سجالات بين الأقطاب المسيحية تصعب إنجاز استحقاق الرئاسي، بل تنذر أيضا بمؤتمر دولي جديد ممكن أن يتطور لكي يصبح لتغيير الطائف أو فرض المثالثة بدلا للمناصفة. فإلى أي واقع نحن مقبلون في ظل ارتفاع الأسعار والأوضاع الاجتماعية الراهنة وتفلت سعر صرف الدولار؟ وهل الترسيم البحري موضوع مستحق في الأيام القليلة المقبلة، أم سيكون هناك صعوبة في إنجاز هذا الملف؟ كل هذه التفاصيل ستكون محور لقائنا مع النائب أديب عبد المسيح، عضو كتلة حركة الاستقلال. أهلا وسهلا فيك. عضو كتلة تجدد. بس كمان ما فينا ننكر أنه حضرتك مع نائب ميشيل معوض ومتمسك بحركة الاستقلال. لا، أنا مستقل تماما عن حركة الاستقلال. أول شيء مرحبا. أهلا أهلا وسهلا فيك. أنا مستقل تماما عن حركة الاستقلال، وبعيد جدا يعني صراحة عن حركة الاستقلال. النائب ميشيل معوض هو صديق، وطبعا كنا سوا عم نخوض الانتخابات النيابية، ونحن سوا بكتلة اسمها تجدد. نعم. تضم بالإضافة للنائب ميشيل معوض النائب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي. رح نرجع نفصل هذه القصص، لأن كمان مش واضح إذا كان اللواء أشرف ريفي دايما معكم، النائب مخزومي دايما معكم، وحتى يعني في التباس كتير حول حتى انتمائك السياسي لمين. رح نفصل هذه التفاصيل أكيد كلها، ولكن رح نبدأ بالملف الأهم اللي هو الاستحقاق الرئاسي اللي نحن مقبلين عليه، واللي أنتوا أمامكم هذا الاستحقاق أكثر أهمية من أي استحقاقات أخرى، لأنه بتكون تبلشوا ببلد جديد أو بتكون تبلشوا يمكن بتصحيح ما خرب ما قبلكم. هل برأيك رح يكون هذا الاستحقاق بموعده الدستوري، وخصوصا أنه دايما البطرك عم نسمع أنه عم بيكرر دعواته أنه لا احترام المهل الدستورية؟ نحن رح نحترم المهل الدستورية؟ هلا نحن حابين نحترم المهل الدستورية، ونحن نؤمن بالدستور والقوانين ودولة القانون. نعم. لكن نحن معلش بدنا نكون واقعيين تنشوف شو عم بيصير على الأرض. اليوم عندك جبهتين بهيدا البلد. جبهة ضد السلاح والفساد، وجبهة حاضنة للسلاح ضمن منظومة الفساد. وفي عندك ناس يعني جداد بقلب المجلس النيابي. هذا المجلس النيابي اليوم بيتميز بوجوه جديدة. أنا من بيناتهم. إذا برأيي العملية بدها تكون قيصرية، ومش حتكون بالسهل، ومش حتمر مرور الكرام على أي كان، لأنه لا الجهة الأولى عند الأغلبية المطلقة، ولا كمان نحن عنا الأغلبية المطلقة. نعم. لكن اثنين عندهم أغلبية التعطيل. إذا أنا برأيي إن شاء الله يكون في توافق، إن شاء الله يكون في انتخابات، نحن بنتمنى. لكن أنا بتصور باللي عم بيصير هلأ حنروح على تعطيل، لكن كمان ما أكون يعني كتير مأساوي بالموضوع أو سوداوي، أنا برأيي كمان هذا التعطير لن يتم لفترة طويلة. طيب بس كمان حضرتك عرفت عن حالك أنه وجه جديد ومستقل. اليوم مش غريب أنه نحكي بالتعطيل؟ يعني نحن عم نرجع ننتهج نفس النهج السابق اللي كان، اللي أنتوا جايين لتغيروه، يعني لو شو ما كانت النتيجة. صح. ألا يفترض أنه النائب يروح على المجلس إن كان في رئيس ولا ما في رئيس، إن كان في أكثرية ولا ما في أكثرية؟ شوفي، أنا لم أتكلم عن التعطيل. أنا قلت نحن عنا قوة التعطيل، والطرف الثاني كمان عنده قوة التعطيل. يعني في نية للتعطيل ولا لا؟ الأولوية دائما لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستورية. نعم. منصوصة بالدستور. نعم. لكن معلش نحن صار يعني عشنا بست سنين من انهيار للدولة ومؤسساتها، وانقطاع عن العالم الخارجي وعن العالم العربي والإقليمي. نعم. وصار في كتير ظروف مأساوية، وهلأ انعكست على أوضاع الاجتماعية بالبلد. نحن مش مستعدين
ناخذ خطوه خطا نحو انهيار أسوأ او نحو 6 سنين تانيين نعيش فيهم نفس يعني الجحيم يلي عشنا. اذا نحن كسياديين او كمعارضه سمينا اللي بدك تسميه، نحن بدنا يعني عم نفتش على شخصيه تمثلنا، شخصيه سياحيه سياديه اصلاحيه تغييريه متوافق. ممكن يكون شخصيه فيها تحدي مثل ما قال دكتور سمير جعجع. هلا هيدا بيرجع كيف الطرف الثاني بده يتعامل معنا. اذا بده يكون في تحدي، يعني اذا بدهم يحطوا لنا شخصيه فيها كمان تحدي، نحن بدنا نحط مقابلهم شخصيه فيها تحدي. اظن هيك الدكتور جعجع كان بيقصد. طيب مين هيدي الشخصيه اللي فيها تحدي ممكن 8 اذار انه يحطوا لكم اياها مثل ما انت عم تحكي؟ هل بتقصد الوزير جبران باسيل ام ايضا كمان بتعتبر الوزير السابق سليمان فرنجي كمان هي شخصيه فيها تحدي لكم؟ شوفي بالشخصي الشخصيتين ما عندنا مشكله معهم، يعني سليمان فرنجي وجبران باسيل محافظ الالقاب اولاد منطقتي وبحترمهم، وابدا بالشخصي ما عندي مشكله تجاههم، لكن عندنا مشكل مع النهج يلي بيتبعوه. انا برايي مع انه ممكن يكونوا مثل ما بيقولوا فيرجن احسن من الموجود، لكن ضمن النهج يلي هني اخذينه والخيار السياسي يلي متبعينه، انا برايي انه ما رح يقدروا ينقذوا هيدا البلد، وحنفوت بفراغ تاني عمره 6 سنين ونرجع نشوف يلي شفناه لكن أسوأ، لانه نحن اوريدي بالسيء. بقى 2 سوا بالنسبه لانهم شخصيات، اكيد شخصيات تحدي، واذا بدهم يصروا عليهم حنضطر نعطيهم كمان شخصيات تحدي، لأنه ما عندنا أي خيار تاني. رح نفصل شوي طرح الوزير السابق سليمان فرنجي، وخصوصا بأنه بعد لحد هيدي اللحظة منشوف حزب الله بعد ما تبنى ترشيحه ويعني حركته السياسية تجعله مثل كأنه هو قريب من كل الأطراف الداخلية، يمكن استراتيجيا في أطراف بتبعد عنه كتير، ولكن أنه هو بيحفظ هذه التوازنات قريب من فئة كتير كبيرة من اللبنانيين وليس فقط المسيحيين. اليوم إذا وضعتم أمام خيار سليمان فرنجية وحزب الله مبين أنه مش كتير مصر أنه هو يوصله، بده بالعكس يكون في توافق داخل عليه، هل ممكن يكون في فيتو على اسمه بغض النظر إذا كان هو قريب ولا مش قريب، إذا كان عنده علاقات دولية ولا ما عنده علاقات دولية؟ برجع بقول لك يعني المعيار الأول لرئيس نقدر نمشي فيه هو السيادة واحترامه للسيادة. إذا الوزير سليمان فرنجي، الوزير السابق سليمان فرنجي بيوضح موقفه بشكل او بيغير موقفه بشكل معلن وصريح بالنسبه للسياده اللبنانيه وموقفه من سلاح حزب الله وموقفه من النظام السوري وكثير ملفات، ساعتها ليش لا بنقعد بنحكي. لكن انا لا اظن، لانه انا بعرف انه الرئيس الوزير فرنجي موقفه واضح ولن يتغير بما يخص تحالفه الوثيق واستراتيجي مع حزب الله ومع طيب بس ما